Fatema? Alırız. Hadi kendine. Ha? ذا أقرأ مس. يونايتد نيشنز اللي هي يو ان. يو ان اول حاجه عاوزاكم تعرفوها يا اولاد ان يو ان دي اختصار لمين؟ The United Nations. ذا يونايتد نيشن اللي هي ايه بالعربي؟ الولايات المتحدة. الولايات المتحده. يبقى اول حاجه كلمه الولايات المتحده ذا يونايتد نيشنز، الاختصار بتاعها ايه يا اولاد؟ يو ان. تمام؟ UN. طيب located in، طبعا located in يعني مكانها فين؟ مكانها فين يا نور؟ مكانها فين يا نور؟ نيويورك سيتي. نيويورك سيتي. يبقى أول حاجة الأمم المتحدة موجودة فين يا ولاد؟ في مدينة نيويورك سيتي. تمام؟ طيب ذا يو اس اي في الولايات المتحدة الأمريكية. تمام؟ طيب الأمم المتحدة دي تعتبر the largest international organization founded in 1945. يبقى أول معلومة يا أولاد عاوزين نعرفها عن الدرس بتاعنا النهاردة يا فاطمة يا نور، ان الامم المتحده اللي هي اليونايتد نيشنز اللي هي اختصارها يو ان، اختصارها ايه؟ يو ان دي يا حبايبي موجوده في نيويورك. فين نيويورك دي؟ في الولايات المتحده الامريكيه اللي هي يو اس اي. دي تعتبر من اكبر المنظمات العالميه، largest international organization، اللي تاسست سنه كام؟ 1945. سنة كام يا فاطمة؟ 1945. الهدف من تأسيسها ايه؟ It aims to maintain، الهدف منها يا ولاد ترسيخ international peace and security. الهدف منها يا ولاد، الهدف اللي هو السلام والأمن العالمي. يبقى ترسيخ السلام والأمن العالمي، maintain international peace and security. يبقى هي هدفها إيه يا فاطمة؟ السلام والأمان. هدفها إيه يا نور؟ peace and security. peace. السلام والأمن العالمي. تمام، حلو قوي. هي بتتكون من كام عضو أو كام دولة؟ It's made up of 193 members. بتتكون من 193 عضو يا ولاد او بلد. مصر، ايجيبت and other 19 Arab countries are among those members. يعني هي بتتكون من كم عضو يا نور؟ بتتكون من مس ايجيبت اند من اذر 193 دولة. كم يا فاطمة؟ 193 دولة. منهم مصر، منهم مصر وكام؟ و19 دولة عربية. يبقى هما يا أولاد كام دولة عربية؟ 20 دولة عربية. من مين؟ من 193 دولة. تمام؟ طيب the تمام. UN has six principal operational organization. حبايبي الحلوين، هنا في ست مبادئ كانت بتنادي بيهم الأمم المتحدة يا ولاد. إيه هي الست مبادئ دول يا ولاد؟ يبقى هي كم مبدأ؟ ستمس إيه أول مبدأ يا نور ممكن تقوله؟ نمبر وان. ونبدأ The General Assembly of The General Assembly of the UN announced the UN Universal in Declaration of Human Rights 1948. in Paris on 10 December 1948. يبقى خد بالك يا ولاد، المجلس الأعلى للأمم المتحدة يا ولاد اللي هي UN، طبعا UN عرفنا ان هي الامم المتحده، كان بيعلن ايه؟ بيعلن معاهده او وثيقه ايه يا اولاد؟ وثيقه، ها الوثيقه اللي احنا اسمها ايه؟ وثيقه حقوق الانسان العالميه. وثيقه حقوق الانسان العالميه اللي اختصرها ايه يا نور؟
اختصارها ايه؟ يو دي اتش ار كابيتال، يو دي اتش ار، اختصار دي لايه يا اولاد؟ اليو دي اتش ار مين يقولها؟ ها يونيفرسال اللي هي اليو، يونيفرسال اللي هي اليو، ديكلاريشن اللي هي الدي، هيومن اللي هي الاتش، رايتس اللي هي الار، وثيقة الحقوق الإنسانية العالمية. طب دي عملوها فين يا ولي يا أولاد؟ في باريس. عملوها فين يا أولاد؟ في باريس سنة كام؟ في 10 ديسمبر 1948. مش يبقى بعيد بس الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان اتعملت فين يا نور؟ باريس، وهي اسمها باريس إمتى يا فاطمة؟ 1948. في 10 ديسمبر، 10 ديسمبر. الوثيقة دي اسمها ايه يا نور؟ يونيفرسال، يونيفرسال ديكوريشن ديكلاريشن اوف هيومن رايتس. اختصارها ايه يا عائشة؟ سوري يا فاطمة. يو دي اتش ار. تمام. طب تالت حاجة نشوف النقطة اللي بعدها. There are 30 article، في 30 مادة يا ولاد بتحتوي عليها هذه الوثيقة. يبقى كم مادة يا نور؟ 30 articles that defined all the rights that people should equally enjoy worldwide. في 30 مادة بتنص على حقوق الإنسان في العالم. يبقى كم مادة يا نور؟ 30 طيب الوثيقة دي it has been translated into over it, it ايه يا ولاد؟ اترجمت ل 500 language. يبقى الوثيقة دي اترجمت لكم لغة يا فاطمة؟ 500 لغة يمس. تمام. The United Nations is an intergovernmental organization where countries work together on global issues. ولاد هنا بيقول لك ان الولايات المتحدة الامريكية هي يا ولاد الامم المتحدة يا ولاد تعتبر الجهة الحكومية اللي ماسكة يا ولاد كل الدول دي، وبيعملوا مع بعض الايه للقضايا العالمية، جلوبال ايشوز. جلوبال ايشوز يعني يونايتد نيشنز، الامم المتحدة هي المنظمة الحكومية اللي ماسكاها. تمام. every year كل سنة يا اولاد في 10 ديسمبر، every year on 10 ديسمبر human rights day، عاملين يوم لحقوق الإنسان والوثيقة الإنسان is celebrated by the whole world. يبقى 10 ديسمبر يا أولاد هو ده اليوم اللي بيحتفلوا بيه بإيه يا أولاد؟ باليوم العالمي لحقوق الإنسان. عرفتوا الوثيقة يا أولاد بتقول إيه؟ يمس أيوه اه يمس هو الاحتفال ده بقى دلوقتي.